الفيديو. فاذا حناخذ اول درس بالباوربوينت انترودكشن تو باوربوينت، وبعتقد هي المحاضره 20 دقيقه بتخلينا نتعلم 80% من الاشياء اللي بنعوزها او 90% من الاشياء اللي بنعوزها بالباوربوينت. اوكي طيب، لشغل باوربوينت بالمدرسه هون في 2007، ممكن بالبيت عندكم 2010 او 2013، كلهم كثير بيشبهوا بعضهم. هلا لقيت الباوربوينت برا، لقيتها وين ما لقيتها فيني اعمل سيرش باوربوينت باخذها من هون، فيني فوت على الاوف، بس في 100 طريقه لفوت على الباوربوينت. اوكي مثل ما بنعرف الباوربوينت لنعمل عرض نعرضه بنسميه برزنتيشن. هالبرزنتيشن ممكن تكون من صفحه واحده، ممكن تكون من عده صفحات. صفحه بالباوربوينت اسمها سلايد. اوكي كل صفحه شو اسمها؟ سلايد. هلا السلايدات عادة فيني كل وحدة يكون لها شكل ديزاين مختلف، ولكن البروفيشنالز بيعتمدوا ديزاين واحد، يعني مش صفحة بيضاء وصفحة حمراء وصفحة صفراء. اوكي هنبلش نحن بهالباوربوينت. اول ما بيقلع بيقول لي بدك تنقي ديزاين معين، في كتير ديزاينات. اوكي خليني افترض انا بلشت ببلانك برزنتيشن، في شي مشكله؟ هيدا الشكل اللي بيفترضوا علي اول شيء، هو هيدا بسموه لاي اوت. هلا بنشوف كيف فينا نغير اللاي اوت. بيعطيني انه بالمبدا اول سلايد لازم يكون فيها التايتل والسب تايتل. مثلا التايتل هو التايتل اوف ذا بروجكت، مثلا لنقول بدي احط انا باك scientific English، وبدي احط هوني مثلا 2017 2018. طيب اذا بدي زيد تكست، هلا في منهم بيقولوا انه ما بكبس هون فيني ارجع اكتب تكست. اوكي صحيح، بس افترض انا بدي زيد تكست ما له علاقه بال 2017 18، بدي احطه بمطرح فوق مثلا، هل بالباوربوينت مثل الوورد بكبس هيك وبصير بكتب؟ اكيد لا. ممنوع دخل على الباوربوينت اي نص الا باستخدام التكست بوكس. بدي اعمل انسرت تكست بوكس، بكبس ساعتها بصير في عندي مثلا قدره اني اكتب بروجكت دان باي لنقول احمد اند بشير. ماشي. هلا هون تعلمتوا السنه الماضيه بشكل مفصل جدا التولز بالوورد، كيف بعمل فورماتنج، بغير بحط بوردر، بعمل الافكتس اللي بدي اياها، بغيرها بزيحها بشيلها، ما فيش مشكله. هاو فيهم شي مشكله؟ طيب احيانا بيكون التكست عندي مثلا على الانترنت. اوكي مثلا موجود عندي هيك، نشوف شي فايل بدي اخذ منه تكست. افترض انا فتحت هلا الانترنت، اوكي اخذت هيدا النص قلت له كوبي. افترض اخذتهم هون من الانترنت وجيت بدي احطهم وين؟ بالباوربوينت. رايت كليك، شو؟ بيست. بالبيست ممكن يقول لي بياخذهم مثل ما نسخهم بالاول، في ياخذ فورمات معينه الى اخره، بس بكل الاحوال بس اعمل بيست شو ما كان الاختيار، هل هالتكست هيدا بينزل هيك فري ولا بده ينزل كمان بقلب تكست بوكس؟ كمان بقلب تكست بوكس. فاذا كتبته انت او جبته من اي مطرح دائما التكست بوكس بده يكون موجود. هلا اذا بدكم تعدلوا بقلبه فيكم تعدلوا بقلبه بدون ما انه يكونوا كلهم نفس الشيء، بدك تصير تعمل سيلكشن بقلبه وتغير. اوكي بينما اذا كنت كابس برا على الطرف تبعه وعملت مثلا لون بياخذ الاوبشن على الكل. كرمال هيك اذا بدك تمحي شيء كلمه بقلبه او كلمتين بدك تعمل له سيلكشن وديليت، اما اذا بدك تلغيه له كله ما فيك تكبس بقلبه وتصير تعمل ديليت، بدك تكبس على الطرف وبعدين تعمل شو؟ ديليت. منيح لهون؟ طيب هيدي انسرت للتكست. هلا شو ممكن حط كمان بالسلايد اللي الي؟ ممكن حط بيكتشرز، ممكن حط شيبس، كلهم هودي انتم معلمينهم السنه الماضيه بالمايكروسوفت وورد بالتفصيل الممل، صحيح؟ في شي مشكله فيهم هودي؟ هلا في اوبشن جديده بس مش مارقه بالمايكروسوفت وورد، موجوده هي بالباوربوينت، اسمها فوتو البوم. فوتو البوم اذا عندي انا مثلا 50 60 صوره بدي اعملهم مثل سلايد شو،
فانا بصير انا افتح اول سلايد ونزل اول صوره، ارجع تاني سلايد نزل تاني صوره وكذا، دغري بقول له هالاوبشن بدي شيء اسمه فوتو البوم، بدله وين موجودين الصور، افترض هاو هن الصور اللي عندي، بعمل لهم سيلكشن كلهم سوا وانسرت وكرييت. شو بلاحظ؟ عمل شيء اسمه شو؟ فوتو البوم. اذا بشغله شايفين؟ حط كل وحده لحالها بشكل حلو، ومن بعدها انا خلص رتب لي هناك، من بعدها فيني فوت على كل وحده انا ساعتها وصير انا اشتغل، اعمل انسرت تكست واكتب واعمل اللي بدي اياه، زيد الاشياء اللي بدي اياها، بس وفر علي انه فرع مفوت اعمل كل صوره لحالها، اعملهم كلهم سوا. في شيء مشكله لهون؟ طيب لحد هيدي اللحظة مفروض صرنا نقدر نعبي السلايدات تبعنا من كل شيء، تكست، صورة، شو ما بدي أشكال فيني حطها. هلا بدي أحط سلايد تاني، بيجي على الهوم شو بقول له؟ نيو سلايد. بنيو سلايد فيني اختار لاي أوت جديد. شو بقصد بلاي أوت؟ نحن فينا دائما ناخذها بلانك ونحن نصير ننزل الصورة والتكست وكذا. بس مرات مثلا أنا بدي أعمل مقارنة بين شغلتين. طيب اهون اني اخذ هاي دغري خلص كومباريزون، مثلا بدي احط انا كورسز، بدي احط مين بحب مثلا الكورسز الادبي ومين بحب الكورسز العلمي، اوكي؟ ببلش بكتب هون عندي مثلا احمد ووليد وزياد، وهون عندي مثلا ساره وعبير وهبه واتسترا. في شي مشكله؟ طبيعي هودي كلهم قلنا فينا نجي نعمل لهم من هون شو؟ ديزاين اللي بدنا اياه. اوكي واضح الكلام؟ هيدي قصه الديزاين قد ما بدنا فينا نتحكم فيه. هلا مرات لما عم نزيد سلايد جديده ممكن نعوز نفس السلايد مثلا هاي الاولانيه اني ارجع كررها هي ذاتها مع كل الاوبشنز والانيميشنز والافكتس اللي فيها، فانا ما اتعذب ارجع عيدها من اول وجديد، فيني دغري اعمل كليك بكون معلمها، بعمل كليك على نيو سلايد اوبشنز وبقول له دوبليكيت سيلكتد سلايد. شو عمل؟ كررها، نسخها، استنسخها هي ذاتها. وهون فيني اتحكم بترتيبهم، هاي بالاول، هاي بالثاني، هاي بالثالث، هاي بالاول الى اخره. في شيء مشكله؟ مثلا هاي بدي فوت عليها، بس هون بدي غير مثلا حطها هيك انه خلص. ماشي؟ وهيدي بدي غير لها شكلها، حطها بهذا الشكل مثلا. اتفقنا؟ طيب لحد هيدي اللحظة نحن صرنا نقدر نتحكم باللاي اوت وبالكونتنت وبالنيو سلايد، وعملت سلايد تانية وثالثة ورابعة وخامسة، عبيت البروجكت اللي لقلي. هلا حابب يضلوا هيك ابيض كله فيني، وحابب اني ارجع اغير بالديزاين تبعه فيني اجي على الديزاين، هاو الاوبشنز اللي من الاساس طلعوا لي، اذا ما اخترتهم فيني هلا ارجع شو؟ ارجع اختارهم. بكبسة وحدة بلاقي انه شو بيعمل؟ بغير لي الديزاين كله، مش بس بحط باك جراوند، انتبهوا، بغير لون الصورة، بغير التكست، بغير شكل التكست. اوكي؟ شايفين هون مثلا عم بحطها بالاول، شايفين هون؟ عم بحطها على جنب. اوكي؟ فإذا كل شغلة بصير شو؟ يغير لها الديزاين بشكل كامل لها. اتفقنا عليهم؟ مش الحال؟ عظيم. هلا لهيدي اللحظة نحن مفروض جهزنا الباوربوينت اللي لقلنا عملنا له ديزاين، صار عندي أكثر من سلايد فيهم تكست فيهم صور، مرة الجاي بناخذ الصوت والفيديو. هلا بدي بلش أعرض أنا على البروجيكتور. في كذا طريقة، فيني أجي على هيدي هون أقول له سلايد شو، دائما ببلش من الأول. فيني أقول له من هون سلايد شو فروم بيجينينج، دائما ببلش يعرض من وين؟ من الأول. مرات كون انا بدي اعرض من الثانيه ما بدي من الاول، لو كنت كابس على الثانيه وقلت له بيجن بده يبلش من وين؟ من الاول. كرمال هيك كون كابس على الثانيه وقالوا لك اوبشن شو اسمها؟ فروم كرنت سلايد، ساعتها ببلش يعرض شو؟ من الثانيه او الثالثه او العاشره حسب ما انا منقيها. وبعدين بكره فينا نقول له سيت اب شو، بيجي بس شو بقول له بدي من السلايد اربعه لسلايد تسعه مثلا، بصير يعرض بس هودي السلايدات اللي بدي اياهم. طيب هلا بلشنا نعرض، فينا كمان نقول له F5 ببلش يعرض. طلعوا بس بلش اعرض باوربوينت، بس نزل الماوس على مطرح من هودي المطارح بيطلع لي مثل اوبشنز قلم وكذا والى اخره. اوكي هيدا مثلا القلم،
فيني انا اتحكم فيه انه شو انا عم بشرح على اللوح، بصير بستعين فيه مثل كانه حامل طبشوره وعم بكتب. اوكي، فيني بعدين اعمل لهم ايريز، فيني اتنقل منهم، فيني اعمل كثير اشياء، مثلا اكبس هيك وروح دغري على هيك. اذا بدي يكون مثلا بمحل بدل ما امشي 3 4 5 دغري بروح على 9 بشرح برجع على الاولي. هيدي كلها تكنيك اثناء شو؟ اثناء العرض. هاي فيك تصير تضوي على مطرح معين تكبره، شايفين مثل هيك عمل زوم على هذا المطرح. بس بدي فل بعمل اسكيب مرتين خلص، بدك تفل ولا بدك تضل؟ خلص فل. ماشي، هيدي اول شيء بالعرض. انت وعم تعرض صرت علمتك تقنيات العرض. هلا اكثر من هيك، مرات بكون عم بعرض انا، البروفيشنالز عاده بيعرضوا بدون تايم عاده، لانه انا اذا عم بشرح يمكن هالسلايد مقدر بدها دقيقه، بس حدا يسالني سؤال ونقعد نتناقش فيها تاخذ اكثر من دقيقه. اذا انا معير تايم بعد دقيقه يقلب قلب. فينا نقول له نحن اون ماوس كليك، اون ماوس كليك يعني بس انا خلص بعمل كليك بيقلب على شو؟ على اللي بعدها، بخلص على اللي بعدها، على اللي بعدها خلينا. مرات لا بكون مضطر انه شو؟ انه خلص انا بدي مشي هيدا السلايد واقعد، وهو مثلا بعد دقيقة بيقلب اول سلايد، الثانية بعد نص دقيقة الى اخره. طبيعي بتعطوا وقت كافي للباوربوينت سلايد لتبين. واهم شغله بالباوربوينت يا جماعه انه ما بنجي بنجيب الفقره كلها سوا ومنكتبها، بنحط شو؟ بنحط هايلايتس، بنحط اوتلاينز، يعني عناوين رئيسيه وبنحكي نحن بنشرح عليهم. هلا تفضلوا فوتوا خذوا هول الاوراق، بس عم سجل فيديو بليز. هلا باخذ العلامات تبعكم. طيب هلا انتبهوا لشغله، نحن لما نعملنا سلايد شو اول شيء ما عم يقلب لحاله، ثاني شيء بس عم بقلب من سلايد لسلايد، هل عم بيصير في عندي شيء انيميشن؟ لا. لاقدر اتحكم بالانتقال من السلايد للثانيه بكل الاوبشنز تبعها، في شيء اسمه شو؟ ترانزيشنز. في بالقديم بال2007 اسمها انيميشن، وبقلب الانيميشن جامعين الترانزيشن والانيميشن، هون فصلون ترانزيشن لحال وانيميشن لحال. ترانزيشن هي بتتحكم بالانتقال من سلايد للتاني. اول شيء هيدي المنطقه كلها سوا هي شو الايفكت اللي بدك يصير، بس بدي ينقل من صفحه لصفحه. مثلا بدي هيك اول وحده، بدي هيك تاني وحده، او نعمل شيء هيك مثل كيوب، وبدي الثالثه تكون طبعا هودي احلى بكثير من 2007 وال2016 اجمل واجمل، بدي اياها هيك مثلا. اوكي، هلا هودي قررت الايفكت لكل وحده شو هي. هلا فيك تعمل انت ايفكت على وحده وتقول له ابلاي تو اول، بصير نفس الايفكت على الكل. ماشي، هلا لكل وحده فيك تختار لها صوت. ماشي، تانية صوت معين والثالثة صوت. شو حبيبي شو السؤال؟ نفسها بتختار الاوبشن على وحده وبتقول له ابلاي تو اول، بنفذ الاوبشن للكل. فاذا انت عم تعطي كل وحده لحالها، هيدي كل وحده لها خصوصيتها. ابلاي تو اول نسخت الاوبشنز على الكل. هلا شو عندنا بعد؟ فاذا عندنا الشكل الحركه، فيك على الحركه تفوت على اوبشنز اكثر، يعني مثلا هيدي انت عملت طياره ورق، طياره الورق فيك تقول له من اليمين للشمال او من الشمال لليمين. هيدي مثلا انت قلت له تبرم مثلا، هاي بصير لها شيء غير، هاي بصير لها شيء غير، اوكي؟ كل وحده بصير لها شيء غير. طيب هلا انتبه شوي، هون في عنا الكثير مهمه الاون ماوس كليك، يعني ما بيقلب الا على الماوس كليك. اف 5 شايفين؟ اجت بس بانيميشن صح؟ هلا اون ماوس كليك ما بيقلب الا لاعمل ماوس كليك، بس عملت ماوس كليك حرك عم تسمعوا عم يطلع صوت، طلعت الثالثه وخلص. مرات لا انا بقول له هيدي مثلا بعد ثانيتين، وهيدي بدي اكبس هون، اوكي، وهيدي هالقد وهيدي هالقد. طيب هيدي برايكم قد ايه؟ مش عم حط 2 و3؟ طيب هيدي اف 5، 1 2 3 4 اللي هن قلبت. ماشي، من بعدها قلبت اجت ذا اند، ومن بعدها شو؟ خلص الوقت وفلت. في شي مشكلة لهون؟ تمام. هيدي فإذا فيني حط الاثنين ماوس كليك ووقت. شو معناتها؟
معناتها انه انت معك 3 ثواني، اذا ضل مرقوا 3 ثواني حيقلب لحاله، بس اذا انت كبست بالماوس مثلا على اول ثانيه حيكون الافضليه للماوس. هيك بنكون خلصنا الترانزيشن، بيبقى عندنا شغله وحده وبنكون انجزنا كثير منيح بالباوربوينت اسمها الانيميشن، موجودين عندكم على الوراق سابع نقطه. اذا بتلاحظوا لحد هلا نحن صحيح انه صرنا عم نعمل مثل فيديو مونتاج وحلو وكذا، بس ما عم بيكون عندي القدره اني اتحكم بقلب السلايد بالكلمات وبالصور. هون السلايد كلها عم تنتقل من وحده لوحده، ليش سموها ترانزيشن؟ لانه على مستوى السلايد كلها. اما اذا بدي يصير انا كل كلمه بكلمتها اتحكم فيها، غير فيها، اعمل فيها اوبشنز، هون صار الشغل على شيء اسمه شو؟ انيميشن. بالانيميشن انا بس اختار انيميشن بيعطيني عده انواع من الانيميشنز، بس هودي لازم انتبه لهم كثير منيح، ما لازم دغري بلش اختار بشكل عشوائي، لازم افهم انه هول الانيميشن مقسمين لعده انواع. في عنا انترانس نان، طبعا عم تلغي الانيميشن، انترانس، امفازز، اكزيت، وفي عنا الموشن باث، وهودي كثير مهمين للدرس الثاني. الانترانس بتكون الاوبجكت لو انت شايفها مثلا باك ساينتفك انجلش بقلب السلايد، بس لما بتجي هيدي الانيميشن حتصير نتيجه الانيميشن انه باك ساينتفك انجلش ما بتكون مبينه وبتعمل انترنس، تعمل دخول على قلب السلايد بسبب هيدا الانيميشن. يعني اذا انا بكره قلت لكم عندي الجواب مش مبين، بدي بس يكبس على شغله يبين الجواب، لازم يكون نوع الانيميشن شو؟ انترنس، لانه مش مبين حيفوت على قلب السلايد. بينما النوع الثاني اللي لونه اصفر بيكون الاوبجكت موجود بقلب السلايد قبل الحركه، وبعد الحركه بضل بقلب السلايد، مثلا بيبرم بقلبها، بكبر الخط، بغير اللون، اتسيتيرا. الاكزيت معروف شو حيكون موجود، ولكن نتيجه الانيميشن شو حيصير؟ شو حيصير بالاكزيت؟ حيختفي. الموشن باث بنقعد بنرسم احنا باث او في بري ديفاين باثز بيمشي عليهم، وانت بتقرر بيجي من برا لجوا الباث، من جوا لبرا، اتسيتيرا. طيب راح افترض اول شيء انا قلت له فلاي ان، ماشي؟ وبعدين راح اقول له من بعد الفلاي ان ليكو حط رقم واحد، من بعد الفلاي ان راح اقول له بتعمل سبين بتبرم، ومن بعدها بدي لنقول بتعمل هيك بتغير اللون، من بعدها تعمل شيء موشن باث تبرم بشكل مثلا مثل نجمه بهيدا الشكل، ومن بعدها اخر شيء بترجع بتعمل اكزيت بهيدا الشكل. اوكي؟ طيب هيدي F5 طلعوا شو عمل؟ بين شيء علي؟ ما لحقت شيء، لحقت شيء انه دغري عملت شو؟ اكزيت. طيب كيف بدي اتحكم فيهم انا هودي لصير شعن وكذا؟ فيني فوت من هون على الافكت اوبشنز، وفيني الاهم وحده فيهم اسمها الانيميشن شو؟ بان. اوكي؟ لما انا حطيت اول انيميشن والثاني والثالثه والرابعه ما كنت عم سيف كل وحده بوحديتها انه خلص هاي خلصت، فمحها وترك شو بس؟ اخر وحده، يعني مثل عمل اوفر رايد، هاي محل هاي محل هاي. فكرمال هيك وقت عملنا ران بين شيء غير هيدي؟ لا. طيب رح اجي انا هلا شو اعمل؟ اعمل ريموف لهي وارجع عيد من الاول. كيف بدنا نشتغل بالشكل المضبوط؟ لازم نعمل اد انيميشن. اوكي؟ اد انيميشن يعني زد لي انيميشن. رح ناخذ هيدي مثل ما قلنا مثلا اول وحده بتعمل فلاي ان. نزلت هون صح؟ هلا بدل ما فوت وارجع اغير فيها واتحكم فيها هون ويبدلها استبدال، شو برجع بعمل؟ برجع بعمل اد انيميشن ثاني. عرفنا؟ وهيدي مثلا تعمل سبين، هون شو عمل؟ صاروا شو؟ صاروا الاثنين موجودين. برجع بعلم عليها وبقول له اد انيميشن ثالثه اللي هي موشن باث تبرم بهيدا الشكل. هيدي اوكي. بكبس عليها. هون لحظة محيناهم لهديك لأنه أخذتها من هيديكي بدلتها. خليني أرجع أعمل هون هون موشن باث. شفتوا؟ اخذتها من هونيك بدلها تبديل، هون زيدها، واخر وحده راح اعمل مثلا شي وحده على الاكزيت اللي بفل هيك مثلا. اتفقنا؟ كم وحده صار عندي؟
أربعة. رح أعمل رن لها هلا. لاحظوا ما كانت مبينة، فاتت إنترانس براميت، عملت هيدي النجمة وعملت شو؟ عملت إكزيت. بس يخلصوا الأنيميشن كلهم للإفكتس تبع الأوبجكتس اللي بالسلايد، بس يخلصوا كلهم تقلب على شو؟ على السلايد اللي بعدها. في شي مشكلة؟ هلا أكتر من هيك، في شي عم ببلش بسرعة ببطء بكذا، فيني على كل وحدة من هودي نكبس ونفوت على شو؟ على الأوبشنز تبعها. ماشي؟ بالأوبشنز تبعها فيني تصير اتحكم بالوقت، إذا بدي تتأخر بدي تبلش بسرعة، مثلا بالتكست بدي يجي التكست كله ولا بيجي حرف حرف ولا إلى آخره. مثلا هون بدي إياهم يجوا حرف حرف. أوكي؟ شايفين كيف بتصير؟ وبصير في عندي هون مثلا اتحكم أكتر، بدي من اليمين للشمال من الشمال لليمين. وهودي كتير مهمين مكتوبين عندكم بالوراقة، كتير مهمين. on click شو يعني؟ هاي الانيميشن على كليك. with the previous اذا بدي مشي شغلتين مع بعضهم، مثلا بدي النجمة والتكست، بحط انيميشن على التكست، برجع بروح بحط انيميشن على النجمة. شو بقوله؟ with previous، يعني بدها تمشي هاي مع اللي قبلها. after previous كيف بيمشوا؟ in sequence، تخلص الاول بتبلش تاني، بتخلص تاني بتبلش تالت. واضح؟ مثلا هيدي after previous، هيدي after previous. duration قديش بدك، بدك تبطي بدك تسرع الى اخره. ماشي؟ وعلى هذا الاساس سرعة سريعة بطيئة. هيدا تقريبا لحد هون مفروض صرنا نعرف نعمل شغل كتير منيح بالpowerpoint. اوكي؟ مش الحال؟ هلا رح وقف الفيديو واسبوع الجاي مفوت بشي اكتر فيديوز وكذا. يعطيكم الف عافية. طيب لحظة شوي، رح روح شوف لكم علاماتكم هني بيكونوا فلوا، بس لحظة شوي. شفتوا هول اللي شرحتهم؟ الاسبوع اللي جاي بدكم تكونوا كلكم مطبقينهم بالبيت، بدي اقعدكم على الكمبيوتر زولكم اعملوا لي بروجكت. اوكي؟ يلا باي باي. بس خلوني اخذ الفيديو. وقفتوا انا الفيديو؟ بعد ما وقفته.